hungry. هل جربت النوم جائعاً؟ بالطبع ليس ليوم أو اثنين، إنما لسبع سنوات عجاف. في اليمن القرار ليس اختيارياً، أطفال جوعى لم يتبقى من أجسادهم النحيل سوى العظام. أكثر من مليوني طفل يعانون سوء التغذية الحاد. طفل يموت كل 75 ثانية وفق التقارير الدولية. هنا يتوقف المشهد قليلاً أمام طفولة سرقت وبراءة اختيلت. وعلى مرمى حجر من اليمن تدرس المملكة مشروع مكافحة هدر الطعام. 11 مليار دولار هي نسبة الهدر الغذائي سنوياً في بلاد الحرمين، وسمنة تجاوزت 70%. أرقام مخيفة تعكس ظلامية العالم وهمجيته، وما بين الترفيه والحروب العبثية تهدر الثروات وتحاك أقذر المؤامرات.